العديد من الناس في شهر رمضان المبارك كيتشكاو من رائحه الفم المزعجه، واللي ماشي ديما هي كتكون من الفم، ولكن يقدر يكون مصدر ديالها الجهاز الهضمي في حاله الغفلو غاسترو دي اوزوفاشيان او لا اليولسر غاسترو ديودينال. يقدر يكون المشكل من الجهاز التنفسي في حاله السينوزيت. الا جينا نتكلموا على رائحه الفم اللي المصدر ديالها هو الفم والاسنان، فالمشكل يقدر يكون راجع للتسوس في مراحل متقدمه من امراض التهابات وامراض تعفنيه ديال اللثه، في حاله وجود اطقم او تعويضات اللي خصها تتبدل وتزوجت لمده طويله في الفم. يقدر يكون مشكل راجع كذلك لتناقص في الصبيب ديال الغدد اللي كتفرز اللعاب. يقدر يكون مشكل كذلك مجي من بعض الادويه اللي عبر الاستعمال ديالها الطويل كتخلي افراز اللعاب كينقص، وبالتالي كتعطينا جفاف الفم وتكاثر البكتيريا، وبالتالي رائحه الفم الكريهه في حال زونتي ديبريسور. خلال الصيام الجسم كيبحث عن الطاقه وكيقوم بتحويل الدهنيات الى واحد الجزيئات كتسمى لي كور سيتونيك، واللي هي مسؤوله على رائحه الفم. كذلك خصنا نعرفوا على ان رائحه الفم كتجي من واحد الجزيئات كتسمى لي كومبوزي سولفوري فولاتيل، اللي في واحد البي اش ديال الفم اللي كيكون عالي كيخلي واحد النوع ديال البكتيريا اللي انايروبيك اللي كتعيش بدون اكسجين كتفرج هاد لي كومبوزي سولفوري فولاتيل اللي كيسببوا هما السبب الرئيسي في رائحه الفم المزعجه. النصيحه الاولى وهي نصيحة جميع أطباء الأسنان وهي غسل الأسنان بعد وجبتي الفطور والسحور باستعمال الفرشاة ومعجون الأسنان وكذلك الخيط. النصيحة الثانية وهي في حالة إلى هذا الريحة ما مشاتش من غير الشهر رمضان، فيجب الإنسان أنه يتوجه عن طبيب الأسنان باش يكشف ويعالج هاد المصدر ديال رائحة الفم. النصيحة الثالثة اللي نقدروا نعطيو وهي شرب الماء ما بين فترة الفطور والسحور حرب بطريقة كافية. والنصيحة الرابعة وهي إن كان الإنسان أنه يقوم بالوضوء في النهار، وبالتالي كيتفادى جفاف الفم خلال فترة النهار.